يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك داعية يقول للناس من الخطأ أن تصلي سنة الفجر في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها قط في المسجد بل صلاها في البيت دائما، فهل قوله صحيح؟ يا أخي، الرسول إمام عليه الصلاة والسلام، هو الإمام، فالإمام إذا انتظر في بيته صلى الراتبة في بيته ثم خرج للإقامة هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مأموما ويبي يتقدم للمسجد فهذا أحسن له من الجلوس في بيته. نعم.